نروح الحقيقة للكرة العالمية وتقارير صحفية كشفت عن اهتمام برشلونة الإسباني بأن هو يتعاقد مع محمد صلاح في حال رحيل ليونيل ميسي نجم الفريق عن الكام نو في فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية. في صحيفة إسبانية قالت أن خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة مش شايف أي مشكلة في التأكيد في إحدى المقابلات اللي أجراها مؤخرا أن كتير جدا من كبار وكلاء اللاعبين اتصلوا بيه مؤخرا علشان يتناقشوا معاه في إمكانية انتقال محمد صلاح لبرشلونة الفترة اللي جاية في حال إصرار ميسي إن هو يمشي من برشلونة. لابورتا شايف إنه الفرعون المصري محمد صلاح هو الأنسب لتعويض رحيل فعلا ليونيل ميسي لو ميسي فعلا مش هيكمل مع برشلونة، وقال إن صلاح أحد أفضل اللعيبة في مركزه في العالم وإن هو نجح في إن هو يفوز بالعديد من البطولات مع ليفربول في الفترة الأخيرة، لكن مسألة ان هو يجي الكام نو مرتبطة بشكل كبير ببقاء او رحيل ميسي عن برشلونة. واشارت كمان الصحيفة دي ان حالة بقاء ميسي مع برشلونة الفترة اللي جاية ومش هيمشي هيكون وقتها صلاح يعني مش هيكون صلاح وقتها في جدول اعمال لابورتا او من اولويات لابورتا ان هو يتعاقد معاه، وانه خصوصا انه ميسي لو مشي وقتها ممكن يبقى فيه كلام في التعاقد مع صلاح، لكن لو ميسي مكمل يبقى صلاح مش هيكون في حسابات برشلونه. وخليني اقول لحضراتكم كمان انه امبارح سكاي سبورتس قالت انه هدف ريال مدريد الاول في فتره الانتقالات اللي جايه هو محمد صلاح، فهو الحقيقي في كلام كتير قوي في الموضوع ده، يعني برشلونه عايزه صلاح لو ميسي ماشي ده حسب كلام لابورتا. سكاي سبورتس بتقول انه ريال مدريد هدفها الاول الحقيقه الفتره اللي جايه هو محمد صلاح، وكتير من الصحافه والتقارير بتقول ان محمد صلاح مكمل مع ليفربول، يعني كلام كتير. هي دي الصحافه وهي دي الفتره اللي بتبقى قبل فتره الانتقالات بيبقى فيه كلام كتير. ايه الافضل او ايه اللي هيحصل؟ طبعا هنعرف الفتره الجايه او مع انتهاء الموسم ده مع ليفربول هنشوف اذا كان محمد صلاح فعلا مكمل مع ليفربول مكمل الانجازات دي ولا هيبدا يكتب بقى اسمه في التاريخ تاني مع نادي تاني وفي دوري تاني خالص بعيد عن الدوري الانجليزي.